اهلا بيكم في سلسلة من غير حرق، بنتكلم عن الافلام غير بنحرقها، بنقول لكم تخشوها ولا متخشوهاش، اذا كان الفيلم كويس ولا لا، وبنتكلم شوية عن تفاصيله ومن غير ما نحرق اي حاجة فيه. النهارده هنتكلم عن فيلم 1917. طيب كالعادة الإجابة السريعة، ده فيلم لازم تخشه، بس الإجابة اللي أنا بقولها دي يعني إجابة غير معبرة عن قد إيه الفيلم ده يستحق إن أنت تدخل. الفيلم ده جميل جدا، مثال إن أنت تعمل قصة، أي حد يقدر يعمل قصة، أي حد يقدر يحكي قصة، بس الجمال مش لازم يكون في القصة لكن في طريقة حكايتها. ممكن واحد يحكي حدوتة وتقول أه أوكي يعني عادي، وبعدين إيه الموضوع يعني، واحد تاني يحكي نفس الحدوتة بس تكون منبهر. الجمال هنا في طريقة الرواية، أو ده اللي بيحصل في 1917. بصوا أنا يعني، ودي حاجة ممكن تخض بعض الناس يعني، وممكن تزعل بعض الناس، بس أنا ما بقولش حاجة وحشة يعني، بس المخرج اللي هو سام مينديز أنا مش من الفانز بتوعه. مش بقول إن هو وحش، مش بقول إن هو أوفر ريتد مثلا، ما بقولش كده، بس أنا مفيش فيلم شدني ليه قبل كده يعني، باستثناء فيلم مثلا أو حاجة زي كده. لكن أفلامه الأشهر يعني مثلا امريكان بيوتي مثلا، انا متفاهم الناس بتحبه ليه، بس مش الفيلم اللي هو انصح بيه حد ان هو يشوفه يعني، انا ما بحسش قوي كده يعني. برضه في افلام جيمس بوند الاخرانيه اللي هي سكاي فول وسبكتر، طبعا سبكتر كل الناس متفقه ان هو فيلم ما بين افريج وبين يعني يتنسي، اوكي، لكن سكاي فول في ناس كتير بتقول ان هو حلو، انا ما عنديش مشكله، انا شايفه برضه مش بطال، لكنه بالتاكيد مش احسن افلام جيمس بوند، مش فيلم واو. الحرفنه المره دي جايه من ايه؟ سام مندز للناس اللي مش عارفاه هو اصلا كان بيخرج مسرح، هو كان بدايته مسرح وبعد كده ابتدى يخش في الافلام يعني. يمكن اول فيلم ليه كان امريكان بيوتي لو انا فاكر صح، كل اللي قبل كده كان مسرح، بيوظف الجمال بتاع المسرح بكل بقى العناصر بتاعته. لو انت النهارده داخل تتفرج على اوبرا مثلا، او داخل تتفرج على عرض استعراضي ليس له مثيل، متوقع ليفل معين من الاتقان في الاضاءه وفي المناظر وفي الاعداد وفي السكريبت و هتلاقي كل الكلام دوت موجود هنا فعلا، يتشاف في اوبرا حاجه زي كده، من كتر ما هو تحسها قصه مرسومه في بعض الاحيان، تحس في حد بيرسم الفيلم ده. فيه مميزات هايله جدا في تصويره، معظم التريكس اللي انت ممكن تفكر فيها بتحصل جوه الفيلم ده عشان يقدر يصور بالطريقه اللي هو صور بيها دي. انا مش عايز احكي هو صور ازاي، يمكن تكون انت عارف ويمكن لا، بس انا مش عايز احرق لان الموضوع ده مشهور عن الفيلم يعني، لكن انا ما كنتش متخيل، سمعتها بصراحه قبل ما اخش فيلم، بس انا ما كنتش متخيل انها هتعمل بالاتقان ده، ما كنتش متخيل انها هتعمل بالحلاوه دي، اللي هو الواحد داخل ازاي هيعملها يعني او كده. مرحله بتاعت تعلقك بالفيلم بتزيد كل شويه يعني، انا في الاول بقول اه هو فيلم انترستنج، فيلم كويس، بس يعني اي دونت ثينك ان انا ايه هريكومند ان حد يشوفه مرتين مثلا حاجه زي كده. وبعدين واحده بواحده هتلاقي لا، الفيلم ده انا لو شفته تاني وتالت انا مش هزعل، انا مش هزعل خالص يعني. هل هو احسن فيلم في الافلام بتاعت الحروب مثلا؟ لا، لكنه تجربه جديده. السينما دايما محتاجه انها ترتقي، خلاص احنا شفنا تجارب قبل كده خلصت وعايزين نعلي عليها، ما ينفعش نفضل ماشيين بنفس التيمه بنفس المناظر بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب بتاع الاخراج كل مره. لا، سام مندز بيتفوق على نفسه، بيعمل حاجه لا هو عملها قبل كده ولا معظم السينما الرائجه بتحاول انها تعملها حتى. الفيلم ده كان ممكن يبقى فاشل بصراحة يعني، الفيلم ده كان ممكن يبقى سيء جدا تمام، بس مين اللي نجح في ان هو يعمل الكلام ده؟ مين اللي نجح ان هو ينقل التجربة اللي كانت سهلة جدا انها تفشل لتجربة شديدة النجاح، تجربة رائدة؟ مين؟ هو المخرج. سوفار ده شغل عمره، سوفار ده احسن حاجة هو عملها من وجهة نظري. تاني مش بقول ان افلامه وحشة، ما بقولش كده، بس ما كنتش عمري بتشد ليه، ما كنتش بحس دايما ان انا ايه محتاج اشوف فيلم لسام مندز قبل كده. التمثيل، تصوير، المناظر، الاضاءة، طريقة رواية الحدوتة، كل حاجة فيه جميلة جدا، الاخراج جميل بصراحة. وانت قاعد جوه السينما الناس اللي حواليك، كل الناس اللي قاعدة، كل المتفرجين، في لحظات كده بتحس ان احنا بقينا bonding together، في ترابط حصل بيننا لا ارادي لا وعي كده بيننا كلنا. في لحظات كده لما تيجي تتفرج على بعض الافلام او تشوف بعض الاعمال الفنيه عموما، بتحس ان الحضاره الانسانيه، انا بقول كلام كبير دلوقتي انا اسف يعني، الحضاره الانسانيه بترتقي. هو ده اللي انا حسيته في لحظه من اللحظات جوه السينما، ان احنا كلنا كبشر قاعدين بنتفرج على الفيلم ده، احنا بنرتقي سوا. تجربه احب ان اي حد يشوفها. مش بقول الفيلم ده تاني احسن افلام العالم او احسن فيلم حتى في الفترة الاخيرة، لكنه
تجربة جميلة جدا، تجربة تستحق ان هي تتعمل. انا كان نفسي ان انا احكي اكتر عن الفيلم، كان نفسي اقول حاجات كتير عن الفيلم ده، بس كالعادة السلسلة اسمها من غير حرق، انا ما ينفعش انا احرق حاجة عن الفيلم ده. في فيديوهات كتيرة جدا ليها علاقة برضو بالفن والسينما، وفي فيديوهات مختلفة تماما عن الاهتمام بتاع الفن والسينما، لكنها من اهتمامات عالم عمر اللي هو اكيد مشترك مع العالم بتاعتكم برضو. تعمل سبسكرايب للقناة، لايك، شير للفيديو، كومنتاتكم، اشوفكم على خير.